اقول لكم الوضع في عملية التأليه زي ما انتم شايفين الوضع دور يا جماعة. كنت لكم في الحكومة هناك كتاب الحروف زي ما انتم شايفين الوضع. اليوم الجمعة 27/1/2023 بنقول لكم عملية تعليق أمهات مشاتل الفيروز. صنف اللي معانا النهاردة صنف الفرتونة، تاريخ زراعة يوم 15/6، مشتل معقم، مشتل معتمد من إصدار مركزية البسطين، مشتل مقود من الحج زي ما انتم شايفين الوضع. تم عملية التعباء والفرز. شوفوا قدامك ايه. ايوه يا بابور حد دي بداية أول مرحلة بنعملها عشان نجهز الشتول. بنبدأ عملية الفرز والتعبئة، بتخش التلاجة تتحفظ على سالب 2، وبعد كده بيبدأ في شهر نص 3 يا إما تبدأ عمليات تصدير ويا إما تبدأ عمليات تبيع للمزارعين هنا. خش على البوكس التاني حلو غير وغير وغير كله منورة يا معلم. تسلم يا مدير، تسلم يا مدير. النبي دوست على النظافه بتاع الكرتونه دول النبي يا محمود.